بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر من محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضال في النار ثم أما بعد قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اتباع الانبياء والرسل حقيقه محبه الله عز وجل لا سيما النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي شرعته ناسخه لجميع الشرائع قبله والذي في الحقيقه قد جاء برساله الخاتمه قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي وعيسى عليه السلام حي ينزل في اخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ولا يقبل الا الاسلام ويأتم بإمام المسلمين ويقتل المسيح الدجال ويهلك الله بدعائه يأجوج ومأجوج ويحكم الأرض أربعين عاما بشرعة الإسلام فهو تابع لشرعة محمد صلى الله عليه وسلم اتباع الأنبياء هو الأصل الثالث في الحقيقة للمنهج الرباني لمقاصد الرسالة لمقاصد الوحي والرسالات جميعا أن يعبدوا الله تحقيق التوحيد واتقوا تحقيق التزكيه واطيعون تحقيق الاتباع ولذلك نحن نحتاج ان نتخلق بهذا الاتباع وان ندرك انه من القواعد الاساسيه المركزيه التي بها يسير العبد الى الله تبارك وتعالى قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فقد اكتمل الدين في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وبمماته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. فلذلك قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال صلى الله عليه وسلم كل من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من احدث في امرنا هذا اي ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال ايضا في روايه اخرى وهذا من حديث عائشه من عمل عملا ليس عليه امرنا اي الدين الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا ذلك. عن ربه تبارك وتعالى فهو رد، رد اي غير مقبول، مردود، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. والبدع هي الطرق المخترعه في الدين، تضاهي اي تماثل الطرق الشرعيه. يقصد بها التعبد لله. فكل ما كان هذا شانه وهذا وصفه فهو باطل، مردود، غير مقبول. ليس من دين الله في شيء. ولذلك كل بدعة ضلالة وكل من اقوى صيغ العموم والشمول. فلا يوجد بدعه بدعه حسنه وبدعه سيئه. وبعض ايرادات بعض اهل البدع من الشبهات ان عمر رضي الله عنه حين جمع الناس على صلاه التراويح في المسجد فسئل عن ذلك وقال نعمة البدعه هذه فيقولون هذا يدل على ان هناك بدعه حسنه. نقول هل هذه بدعه اصلا؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى بالناس أربع تلال وقال صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامي حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة إذا هذه ليست بدعة أصلا بمعنى أنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعي. يقصد بها التعبد لله لم يخترعها عمر وإنما كانت من سنته صلى الله عليه وسلم فلما نسيها الناس أقامها عمر رضي الله عنه وأزال عنها الركام فكان هذا هو التجديد وكان هذا هو من جنس قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه كان لها كان له اجرها واجر من عمل بها. وهذا ليس ان يخترع وانما تفسيره في الروايه الاخرى من احيا سنه قد اميتت كان له اجرها واجر من عمل بها. نحن نقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فالاسلام قائم على ثابتين وعلى ركنين توحيد المعبود وتوحيد المتبوع. توحيد المعبود لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، لا نعبد الا الله، لا نشرك معه احدا تبارك وتعالى. والشرك اما ان تنزل الخالق الى مرتبه المخلوق بالتشبيه والتجسيم والتكييف والتمثيل واما ان ترفع مخلوقا لمرتبه الخالق بالغلو والتقديس لما ليس والتبرك لما لم ياذن به الشرع اصلا. و توحيد المتبوع هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وان تطيعوه تهتدوا من يطع الرسول فقد اطاع الله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم حتى وان كان صاحب صاحب من يخالف في الامر يقول اني افعل ذلك حبا افعل ذلك اجتهادا في العباده كما كان من خبر الثلاثة رهط الذي قالوا حين ذكروا لهم عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما أنا فأصوم ولا أفطر وأما أنا فأقوم ولا أنام وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء فسمع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية أما أنا فأصوم وأفطر وأما أنا فأقوم وأنام واما انا فاتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن ذلك حاله. لذلك هذا الاصل وهو من اين نستمد الدين؟ من اين نستمد العبادات؟ من اين نستمد اصول المعاملات؟ من اين نستمد محاسن ومقاصد التشريع؟ من اين نستمد المعاني السلوكيه والتزكويه والاخلاق الفاضله؟ من اين نستمد ذلك؟ نستمد ذلك من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسنة شارحة ومفسرة ومبينة ومفصلة لما أجمل في القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالذكر قرآن وسنة بإجماع أهل العلم لذلك لا بديل عن السنة قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه فهؤلاء الذين يزعمون أنهم قرآنيون ويقولون نكتفي بالقرآن هلا قلتم لنا كيف ستصلون الخمس صلوات اين هم في القران؟ اين انصبه الزكاه في القران؟ اين تفصيل اداء الزكاه في القران؟ اين تفاصيل احكام الصيام في القران؟ اين تفاصيل مناسك الحج والعمره في القران؟ اين تفاصيل احكام الجهاد وكذلك احكام الاسره وغيرها من الاحكام في القران؟ قد جاءت السنه لتفسر وتبين ما في القران من اصول واحكام. لذلك لا بديل عن السنه ولا بديل عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بديل عن فهم الصحابة للقرآن والسنة فإن آمنوا مثل ما آمنت به فقد اهتدوا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي حقيقة هديه صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة وتطبيقهم لهذا الهدي هو الطريق الأقوم هو طريق النجاه هو طريق الامان هو طريق الثبات هو طريق الخلوص من هذه الغربه قال صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قالوا من الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي